الرجل تبوأ سلم المسؤولية تكليفا ورشة الشريفة، كلفه الشعب الجزائري بعد الحراك المبارك، ولكن شفتوا الفتنة التي عرفتها الجزائر، انفلات في الأفكار، فيه تشتت، شعب خرج بقيم سلمية في الميادين، أراد عهدا جديدا، أراد إصلاحات، أراد حقوق وحريات، أراد تقدما وعزة للوطن. بعدما فعل به البعض الكثير من الأفاعيل واستنتاج سياسة التراكمات الغير صاحبة، والتي كادت والحمد لله والشكر لله كادت أن تعصف بالجزائر وتعيد الشعب الجزائري للوراء، ولكن بفضل حكمة الحكماء وبصيرة المتبصرين، وبفضل أقولها بصفة، وبفضل الأمن والأمان والاستقرار، وبفضل مؤسس الجيش الوطني الشعبي سليم جيش تحرير الوطني، أقولها بصفة، هذه المؤسسة العريقة التي استطاعت أن تحافظ على كرامة وسيادة الوطن، وتحرك فينا دائما الشعور بالمسؤولية تجاه حماية الوطن والتصدي في المقدمة أمام من يريد أن ينغص عيش الجزائريين أو ينال من كرامة وسيادة الجزائر. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.